السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا هذا الفيديو من خلال العنوان فهو فيديو مهم جدا بالنسبة لأولى إعدادي. أندير لكم واحد نموذج من الامتحان أو لا فرض محروس كيف ما كتقولي كنترول. أندير لكم واحد نموذج، يعني من بعد ما شرحت الدرس الأول والدرس الثاني في القناة قلت غندير واحد كنترول. يعني علاش لا اللي ما تدربوش على امتحان وفي نفس الوقت غنديروا اجابه. اوكي، غنكتب كل تمرين على حده وانتم غادي توقفوا الشاشه حتى تكتبوا، يعني توقفوا عفوا الفيديو حتى تكتبوا التمرين ديالكم على خاطركم في الورقه. اوكي، غنكتب كل تمرين على حده وانتم وقفوا الفيديو وكتبوا عندكم في الورقة ومن بعد نبداو نديروا التصحيح جماعة. اوكي، نبداو بسم الله. هانتوما كيف كتشوفوا التمرين الاول اكزرسيس ا كيسيون، شنو هو؟ افكتوي لي كالكول سويفون. اوكي، يعني احسب هاد تعابير، هاد لي زيكسبريسيون ا و بي. ا تساوي 4 بلس هنا زائد 15 ديفيزي يعني مقسوم على 5. اوكي، موان 1 فوا 8 ديفيزي بار 2. اوكي، 4 زائد 15 مقسوم على 5 ناقص 1 مضروبه في 8 مقسومه على 2. اوكي، اكسبريسيون بي عندنا معقوفتين بالفرنسية هما لي كروشي، وعادة عندنا قوسين اللي هما بارونتيز. عندنا 19.01 ناقص 7.5. اوكي، كنسدو القوس كنضربو في 2. اوكي، ناقص 13.02 كنسدو هاد لي كروشي عادة كنضربو في 2.3. اوكي، وقفوا لا فيديو وكتبوا التمرين. انا عاود نكتب التمرين الثاني. اوكي، سي بون، يعني غندوز للتمرين الثاني. هانتوما كي كتشوفوا اكزرسيس 2 كيسيون، شنو هو؟ كالكولي ليكسبرسيون les expressions à fois. Les expressions, il y a deux expressions. Calculer les expressions suivantes avec deux méthodes différentes. يعني غتحسبوا هاد التعابير التاليه ب deux méthodes. شنو كتعني deux méthodes différentes؟ بطريقتين مختلفتين، يعني بطريقتين مختلفتين. سهلة جدا، تنبداو التصحيح ديالها. دو ميثود يعني بطريقتين، جوج ديال الطرق. ديفيرونت هي مختلفتين. اوكي، عندنا في البرومي اكسبرسيون سي تيكال كوا 17 مضروبة بين قوسين 25 ناقص 2.1. الاكسبرسيون دي 4 مضروبة بين قوسين 13 زائد 0.5. اوكي، يعني احسب يعني هاد التعبيرين التاليين بطريقتين مختلفتين، دو ميثود ديفيرونت. بيان سور نتوما غتوقفوا الشاشه وغتكتبوا التمرين واحد 4 ديال الثواني وغندوز للتمرين الثالث. اوكي، اوكي، سي بون. الاكزرسيس 3 كيف كتلاحظوا كيستيون شنو هو؟ كومبليتي لي زيغاليتي سويفونت، يعني اش اتمم التساوي الاتي، يعني نتوما غتكملوا هاد لي زيغاليتي. لي زيغاليتي هو تساوي. اوكي، هو تساوي. اوكي، كيف ما كتلاحظوا عندنا 4 ديال les expressions. عندنا الاكسبرسيون ا بي سي اي دي، عفوا هنا عندنا دي.
les égalités عندنا حاجه كتساوي حاجه يعني التساوي حاجه كتساوي حاجه نتوما غادي تكملوا يعني قال لك كومبليتي يعني كاستيون هو اكمل اوكي مزيان تكتبوا هذه الترجمه هذه باش ما تلقاوش مشكل في الامتحان المهم ما عليناش اكمل التساوي الاتي عندنا 7 على 8 تساوي 21 على يعني كيفاش انطلقنا من هنا لهنا من هنا لهنا يعني اش شنو درنا اشنو درنا من هنا لهنا يعني. دونك نتوما غتعمروا هاد الفراغات هادو اوكي عندنا 7 على 8 تساوي 21 على شي حاجه ب 9 على 5 تساوي شي حاجه على 35 اوكي سي 12 على 36 تساوي 3 على شي حاجه اوكي شي حاجه هنايا فراغ دي 0.4 على 5 تساوي 4 على فراغ اوكي مزيان وقفوا الشاشه وكتبوا التمرين باش نمشيو للتمرين الرابع انتما كيف كتشوفوا اكزرسيس 4 اشنو فيه كومبليتي افيك انفيريور ستريكتومون او لا سوبيريور ستريكتومون يعني انتما غادي ديروا في هاد الفراغات واش اصغر قطعا ولا اكبر قطعا داكور شنو كتعني هادي في الفقره ديال اش يعني لا كومباريزون اوكي كومباريزون مقارنه اوكي كيف ما قلت لكم المقارنه هي شكون اللي كبير وشكون اللي صغير ليكسبرسيون 1 تسعود على 4 نقارنوه مع 9 على 7 اوكي بالنسبه لبي 1.8 على 13 و 2.5 على 13 ليكسبرسيون سي 103 على 67 كيف قلنا 103 على 67 غنقارنوها مع العدد واحد اوكي فليكسبرسيون دي واحد نقارنوه مع 2 على 15 اوكي يعني وقفوا عاود الشاشه باش نمشي للتمرين 5 هانتوما كيف كتشوفوا ليكزيرسيس 5 شنو عندنا كومباري لي فراكسيون عندنا كومباري شنو قلنا في كومباري هي قارن يعني الفقره ديالت مقارنه اوكي كومباريزون يعني شكون الكبير عاود وشكون اللي صغير اوكي انا تعمدت نعطيكم هاد الاسئله نفس الاسئله ولكن مختلفين اوكي نتوما باش تعرفوا كي ديروا حتى تتعاملوا مع السؤال في الامتحان اوكي كومباري لي فراكسيون عندنا واحد عندنا 5 على 3 و 1 على 7 يعني غنديروا لهم المقارنه ثانيا عندنا 3 على 2 و 6 على 2 اوكي وقفوا الشاشه وكتبوا التمرين باش ندوز للتمرين الاخير انتما كيف كتشوفوا اخر اكزرسيس عندنا كيسيون شنو هو افكتيي لي زوبيراسيون سويفونت يعني انتما غتحسبوا هاد لي زوبيراسيون عندنا ليكسبرسيون ا ليكسبرسيون بي اي ليكسبرسيون دي ا شحال كتساوي 7 على 27 ناقص 5 على 27 بي 13 على 8 زائد 5 على 2 دي 5 على 7 زائد 8 على 9 وقفوا الشاشه وكتبوا التمرين بيان سور ما غاديش نجاوب في هذا الفيديو هذا لان الفيديو جا طويل بزاف يعني غندير فيديو اخر ونبدا صحيح اوكي مزيان نتوما دابا غادي تكتبوا التمارين يمكن لكم كاع تخدموهم حتى تفرجوا في لي فيديو ديال الكوريكسيون يعني ديال التصحيح و بيان سور هاد الفيديو هذا يعني كونترول نموذج من اول فرض للاولى اعدادي اللي كيجمع بين الدرسين الاولين الدرس الاول يعني للنومبر ديسيموي اونتيير والدرس الثاني ديال فراكسيون اوبيراسيون بيان سور الا خدمتوا هاد الامتحان هذا اللي عطيتكم دابا كونوا على يقين ما غاديش تلقاو مشكل في الدرس الاول والثاني لان هاد الامتحان هذا جامع فيه تقريبا كل شيء كل شيء جامع فيه وبيان سور راني شارحه اكثر باقي في القناه يعني انا قبل ما ندير هاد الامتحان هذا
راني ديجا شرحت الدرس الاول والثاني بطبيعه الحال ما يمكنش لينا ندير شي امتحان ولا تمرين وانا ما شرحاش اصلا هذاك الدرس ديالاش ولا علاش كيدوي. وبالنسبه للتمارين تهما فايتة درتهم ولحتهم في القناه وعطيتكم دابا نموذج من الامتحان باش تزيدوا اكثر في التطبيق ديال هاد التمارين هادو. يعني ما تلقاو حتى شي مشكل ان شاء الله بيان سور الا خدمتوا هذا ما تلقاو حتى شي مشكل. غتضربوا لا نوت ديالكم ان شاء الله في الامتحان. ولا بغيتوا باقي نزيدكم نماذج امتحانات ونماذج تمارين نزيد اكثر باش تخدموا اكثر. يعني كل ما خدمتوا اكثر راه ملي تجيب 20 خدم اكثر. ملي تجيب 20 اضرب 5 الامتحانات 6 الامتحانات وزيد باقي لي زيكزارسيس. اوكي مزيان. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة الى مازال ما اشتركتوا وديروا اعجاب بالفيديو وتعليق لأي استفسار أي سؤال. شكرا بزاف على المشاهدة. الى فيديو اخر ان شاء الله.